ما اعرفش، انا كنت ساعتها عارفه ازاي. اولا في البدايه بتبقي محتاجه لعمليه الانتشار، فالافلام بتجيلي كنت بتقولي للمخرج حاضر 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 في كل حاجه بيطلبها السيناريو والمخرج، وهم كانوا شايفيني مش عارفه ليه النموذج المراه اللي انت بتقولي عليها دي اللي هي تبقى ست كلها حلوه انوثه كده. اه وحلوه. انا ما بشوفش ده فيا، انا بشوف جوايا ممثله كنت عايزه اثبتها، بس ما كنت في البدايه مش عارفه اثبتها ازاي، بدليل ان بداياتي كلها كانت ميرامار وصرصرة، أدوار ما فيهاش يعني فيها تمثيل وفيها شغل وفيها كده. بس حولوني لسكة تانية لما بقيت أقدر أقول لأ ومش هعمل ده وهعمل ده، وبقى عندي اسم بيتوزع بيه في السينما وبيجيب، بقيت أرفض بقى الأفلام اللي فيها بقى الحاجات اللي أنا كنت أصلاً ما بحبش أعملها. البدايات بتفرض على الممثلة تنازلات هي مش حباها. صح ساعات